بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنشتغل النهاردة في شيت 2 في مادة باور إلكترونكس 2 اللي بيتكلم في الأساس عن الدي سي ريجليتور. إيه هو الدي سي ريجليتور؟ الدي سي ريجليتور هو كونفرتر بيحول دي سي لدي سي، دي سي تو دي سي كونفرتر. طيب الدي سي اللي داخل بيبقى في الغالب انريجليتد، يعني غير منتظم، شكله كده مشوه، وانا بحاول اخرجه بشكل منتظم او شكل حلو او شكل ثابت. فهو ده تحويل عمليه الدي سي تو دي سي. خد بالك العمليه تحويل الدي سي تو دي سي ما كانتش متاحه الا لما اكتشفنا الباور الكترونكس، لان في الغالب انا كنت شغال بترانسفورمر، الترانسفورمر ما كانش بيحول الا اي سي بس، اي سي تو اي سي وبنفس التردد. تمام، عمليه تحويل الدي سي تو دي سي دي ما كانتش موجوده قبل كده، فده كده من مميزات وجود باور الكترونكس معانا. بحول الكلام ده ازاي؟ هنبدا نشوف بعض الكونفرترز اللي هنبدا نشتغل عليها، وبنشتغل بحاجه اسمها البلس ويدث موديوليشن. البلس ويدث موديوليشن دي هتاخد محاضره ان شاء الله فيها انواع الموديوليشن تكنيك اللي ممكن تشتغل بيها، فمنها حاجه اسمها البلس ويدث موديوليشن اللي هي ببدا اثبت الفريكوانسي اللي انا شغال بيه. فريكوانسي شغال مثلا ب 10 كيلو هرتز، 20 كيلو هرتز، 100 كيلو هرتز، بتبدا تثبته ما بتغيروش، وبتبدا بس تغير في فتره التي اون بتاعتك. يعني بتغير في حاجه اسمها الديوتي سايكل زي ما شفنا في الستيب داون ترانسفورمر، بس مع ثبوت الايه؟ التردد. فدي الطريقه اللي هنبدا نشتغل بيها دايما بتاعتك. طيب واحنا شغالين هتلاقي الكمبيوتر بتاعك بيتكون من بي جي تي او موسفيت او اي جي بي تي. طب دول ايه؟ دول ترانزستورز. دول ترانزستور. يبقى انا دلوقتي هنا هبدا نشتغل بعيله ترانزستور، وفي الغالب هتلاقيها يا اما اي جي بي تي يا اما موسفيت بتاع. طب ليه هنا ما اشتغلناش بالسايرستور اللي كنا شغالين بيه في تغيير الريكتفاير؟ السايرستور هو حاجه اسمها هاف كنترول سويتش. يعني ايه هاف كنترول سويتش؟ يعني انا بقدر اتحكم امتى يشتغل، لكن ما بقدرش اتحكم امتى يفصل. كان بيشتغل لما ابدا اديله بلس، لكن بيفصل لما التيار بتاعه يوصل صفر. فهنا لو حطيته في دايره دي سي كونفرتر ده هتلاقيه مش شغال معاك كويس. ليه مش شغال كويس؟ لان حضرتك مجرد انك تدي له بلس، التيار اللي جاي من دي سي سورس، لان احنا زي ما اتفقنا ان انا بحول دي سي لدي سي، فالدي سي سورس بتاعك هيطلع لك تيار دي سي، يعني تيار ما بيوصلش صفر، فهتلاقي السايرستور بتاعك شغال على طول وما بيصلش. فاداء الدايره هيبوظ، مش هيشتغل معاك زي ما انت عايز. فانت عايز ايه؟ انا عايز حاجه اسمها الفولي كنترول سويتش. فولي كنترول سويتش دول عيله الترانزستور كلها اللي انا قلت لك عليهم، يا اما بي جي تي، يا اما موسفيت، يا اما اي جي بي تي. طيب في الريجليتورز اللي انت شغال بيها هتلاقي دايما في جميع الريجليتورز، احنا هناخد اربع انواع من الريجليتورز، هتلاقي في جميع انواع الريجليتورز انت شغال بحاجه اسمها ال سي فلتر. دايما حاطط ال سي فلتر عشان تقلل ايه؟ الريبلز اللي موجوده في الدي سي، سواء كان التيار الدي سي او جهد الدي سي اللي انت عايز تخرجه، عايز تقلل الريبلز دي بحيث ان هو يبقى قريب جدا من قيمه الدي سي، ويبقى حاجه اسمها ريجليتد دي سي او اوت فولتج زي ما شفنا فوق. حاجه ثانيه هتلاقي دايما موجود فري ويلنج دايت. الفري ويلنج دايت ده لازمته ايه؟ فري ويلنج دايت ده عشان يوفر تيار للاندكتور كرنت. كرنت زي ما اتفقنا الاندكتور بيبدا يخزن طاقه. لما السويتش المين سويتش بتاعك هيفصل، هيبقى الطاقة دي بتبدأ عايزة تتحرك، عايزة تخرج، عايز يفضي، عايز يفرغ الطاقة بتاعته دي. فهيبدأ يفرغ فين؟ حضرتك لو فرغ في السويتش، السويتش فاصل، المفروض إن هو بقى أوبن، ما تشيش فيه تيار. فلو فرغ في السويتش لفترات طويلة هتلاقي السويتش بتاعك اتحرق ومش هيشتغل الدايرة بتاعتك كويس زي ما أنت عايز. فلازم توفر مسار تاني يفرغ فيه الإيه؟ يفرغ فيه الاندكتور ده. فالاندكتور هيفرغ في مين؟ هيفرغ في الفري ويلينج دايت. فدي اهميه الفري ويلينج دايت، عشان واحنا شغالين قدام هتلاقي دايما الدوائر بتاعتك فيها ال سي فلتر، ودايما الدوائر بتاعتك فيها فري ويلينج دايت، هتعرف لازمتهم ايه. طيب واحنا شغالين هتلاقي ان احنا فرضين شويه اسامبشن. ايه الاسامبشن دي؟ في جميع الدوائر الريجليتور اللي احنا شغالين عليه، جميع الدوائر الريجليتور هنفرض الاربع فروض دول وهنبدا نشتغل عليهم. الفرض الاول ان انا عندي شغال دايما في حاله الستيدي ستيت، يعني مش شغال في ترانزيت، وهنعرف يعني ستيدي ستيت وانا شغال ان شاء الله وانا بعمل لك الاناليسيز. طيب هتلاقي دايما الاندكتور كارنت بيبقى كونتينوس كارنت، لان انت عندك حالتين من انواع التيار، حاجه اسمها كونتينوس كارنت، حاجه اسمها ديسكونتينوس كارنت. فاحنا مش هنشتغل على الديسكونتينوس كارنت، انا دايما هجيب ال كبيره بحيث انها تخلي لك التيار دايما كونتينوس كارنت. طيب الكاباستور
بتاعك هيبقى كبير برضه، مش احنا قلنا هيبقى في ال سي فلتر، فال كبيره بحيث ان الطياره تبقى كونتينوس، والسي برضه هتبقى كبيره بحيث ان تخلي طيب جهد الاوتبوت كونتينوس هو كمان، فجهد الاوتبوت يبقى كونتينوس عن طريق الايه؟ السي بتاعتك كبيره. رابع حاجه واخر حاجه هنفرضها دايما ان انا شغال في ايديال سويتش او ايديال كومبوننت، يعني ايه؟ السويتش اللي حضرتك حاطه الاي جي بي تي او الموسفيت اللي حضرتك حاطه زائد الفري ويلنج اللي حضرتك حاطه بيبقى ليهم فولتج دروب، انا مش هاخد الفولتج دروب ده وهعتبر ان هم مجرد سويتشات بتفتح وتقفل بس ما لهمش اي فولتج دروب. ده كله ليه؟ كل الاسامشن دي عشان تسهل لك الاناليسيز اللي انت شغال بيها وتبدا تعرف تعمل اناليسيز بسهوله. الباك كونفرتر ده اول دي سي ريجليتور، اول واحد من انواع الريجليتورز، وده عباره عن ايه؟ بص كده معايا، احنا خدنا حاجه اسمها ستيب داون ترانسفورمر، هو شبه الستيب داون ترانسفورمر بالظبط، هو عباره عن دي سي سورس متوصل زي ما قلنا بموسفيت او اي جي بي تي هنسميه كيو، السويتش بتاعي مين سويتش بتاعي متوصل بفري ويلنج دايت، وادي ال سي فلتر بتاعك، واللود بتاعك عباره عن ايه؟ عن ار لود. طيب وانت شغال هنا بنبدا نشتغل على حالتين، يا اما السويتش ده شغال اون، يا اما شغال، يا اما السويتش ده مفصول اوف، يا اما ترن اون يا اما ترن اوف. هنبدا نشوف هنا لو السويتش ده ترنت اون، والترنت اون هنبدا نشغله زي ما اتفقنا ان احنا شغالين حاجه اسمها باوت سويتش مودريشن. باوت سويتش مودريشن يعني مثبت التردد اللي انا شغال بيه بس اللي بيتغير معايا هي تي اون، فانا نفترض ان هو شغال من زيرو لزمن اسمه تي اون، من زيرو لزمن اسمه تي اون، فالسويتش ده لما يشتغل هيبقى شكل الدايره بالشكل ده، ان السويتش شغال لكن الدايت مفصول، الاثنين ما بيشتغلوش مع بعض طبعا عشان ما نعملش ايه؟ شورت سيركت على السبلاي. فقلنا السويتش ده شغال، طيب شكل التيار بتاع الاي ال هو ده اللي انا عايز اشوفه، شكل الجهد الاوتبوت برضو هو ده اللي انا عايز اشوفه. خلاص بالنسبه للتيار الاي ال هتفرض هتكتشف هنا ان تيار الاي ال بيبدا يشحن من قيمه مين؟ متوصل بالسورس، فاكيد هو متوصل بالسورس تيار الاي ال بيشحن، فهيبدا التيار ده يزيد، فهيبدا يزيد منين لفين؟ احنا فرضين دايما انا شغال في كونتينوس ايه؟ كونتينوس كارنت، عشان قلت لك كده، يبقى اذا التيار ده مش هيزيد من الصفر، اكيد كان له قيمه شغال عليها، فبص هتلاقيه بيبدا يزيد من قيمه الاي مينيمم ويبدا يزيد كده لغايه قيمه ايه؟ قيمه الاي ماكسيمم، الكلام ده كله من زيرو لغايه كام؟ لغايه تي اون، دي الفتره اللي شغال فيها مين؟ شغال فيها السويتش، فالتيار ده بيزيد من زيرو لغايه التي اون بتاعتي، وده كده شكل تيار الاي ال وهو بيشحن معانا. طيب الجهد اللي موجود على ال ال، جهد ال ال هنا هتكتشف ان ال ال هنا هتكتشف ان ال ال دي عليها جهد هو الفي اس ناقص جهد الفي اوت، يعني بمعنى تاني ان الفي اس بتساوي الفي ال زائد الفي اوت، فانا عايز الفي ال هتبقى الفي اس ناقص الايه؟ ناقص الفي اوت. اتفقنا ان الفي اس هو عباره عن دي سي سورس، والفي اوتبوت انا فارض ان هو دي سي، بحيث ان انا قلت لك هنا المكثف ده انا جايبه كبير بحيث ان يخلي لك ان الفي اوتبوت ده عباره عن دي سي، فدي سي ناقص دي سي هتبص هتلاقي عباره عن خط كده عباره عن قيمته هي في اس ناقص الفي. طيب خد بالك من هنا بقى، هنا التيار بيزيد قلنا لك من الاي مينيمم لقيمه الاي ماكسيمم، وقيمه الفي ال هي ايه؟ في اس ناقص الفي اوت. عايز اجيب اناليسيز او عايز اعمل اناليسيز للدايره دي، هتكتشف ان الفي اس زي ما قلنا بتساوي الفي ال زائد الفي اوت، يبقى الفي ال لوحدها كده هتساوي الفي اس ناقص الفي اوت، والفي ال بتساوي ال دي اي باي دي تي، مش احنا اتفقنا على كده؟ ال دي اي باي دي تي. فده انا شغال على ال دي اي باي دي تي، لو جيت تلاحظ هنا ان انا جيت ارسم شكل التيار ده مش رسمه اكسبوننشال، انا عارف ان التيار بتاع ال هو بيشحن دايما بيشحن بقيمه او بشكل كده اكسبوننشال، هنا فرضت ان هو عباره عن خط مستقيم، وده برضه تسهيل الحل، والفرض ده صحيح لو انت شغال على ترددات عاليه، يعني شغال على 10 كيلو هرتز 20 كيلو هرتز، فبيبقى الزمن ده صغير جدا، فتبص تلاقي التيار ده ما بيلحقش ياخد شكل الاكسبوننشال بتاعته، بيبقى تقريبا عباره عن خط مستقيم، فاحنا فرضين ان هو خط مستقيم لتسهيل برضه الحل، فالتيار ده عباره عن خط مستقيم، فاقدر اقول ان الدلتا تي هو الفرق بين الاي ماكسيمم والاي مينيمم، وده اللي انا هسميه الدلتا اي، والدلتا تي دوت اللي هو الفرق بين الزمن دلوقتي تي اون ناقص الصفر، تي اون ناقص الصفر، فبص هتلاقي الدلتا اي او الدلتا اي ال اللي هو ده الفرق بين الاي ماكسيمم والاي ال هسميه دلتا اي ال، هو ده التغير في التيار، والتغير في الزمن هو التي اون، هو التي اون ناقص الصفر هي الفتره دي بتساوي ايه؟ بتساوي في اس
ناقص الفي اوت على قيمه ال ال. هودي التي اون دي الناحيه الثانيه هيبقى بالشكل ده. التي اون انا عارف انها بتساوي دي اللي هي الديوتي سايكل في التي، تي في التي. فتغير في التيار في حاله الكلوزد، لو السويتش ده كلوز هو الفي اس ناقص الفي اوت على ال في الدي تي، وده شكل التيار في الحاله دي. لو السويتش بتاعي اوبن، السويتش بتاعي اوبن لسه برضه في تيار في الاي ال زي ما اتفقنا، التيار ده في ستورد انرجي محتاج ستورد انرجي يتفرغ، فاتفقنا ان انا لازم اوفر مسار ثاني الستورد انرجي دي انها تفرغ فيها، فهتفرغ في اللود وهتروح جايه مطلعها فين؟ في الدايت. يبقى هتفرغ هنا في الدايت. خد بالك ان هنا ان تيار السويتش اتفصل، يعني لما تيجي ترسم تيار السويتش، وتيار السويتش كان شغال معاك في الفتره الاولى بس، تمام؟ لكن في الفترة الثانية اللي هو السويتش ده اتفصل خلاص، ما بقاش فيه تيار ماشي فيه، وتيار الصباهي هو كمان اتفصل، فالتيار كله ماشي فين؟ من ال L رايح لللود رايح للدايت بالشكل ده. خلاص كده؟ طب التيار ده شكله عامل ازاي؟ قلنا التيار ده هيبدأ يفرغ من فترة ال T1 لل T، التيار بيبدأ يفرغ، بيفرغ بقى من قيمة ال I ماكسيمم ينزل لقيمة ال I مينيمم. طب ايه ده؟ هو هينزل لنفس قيمة ال I مينيمم اللي بدأ يشحن منها؟ اه، لأن أنا فارض إن أنا شغال، قلت لك افرض ان انا شغال في حاله الستيل ستيت. حاله الستيل ستيت معنى كده ان الاي مينيمم والاي ماكسيمم طول الوقت، ما طالما مع حضرتك ما غيرتش الديوتي سايكل، ما غيرتش فتره التي اون، يبقى طول الوقت القيم دي ثابته معاك، طول الوقت القيم دي ثابته معاك. يبقى دايما بينزل الاي مينيمم ينزل الاي ماكسيمم، من الاي ماكسيمم ينزل الاي مينيمم، ومن الاي مينيمم لما بيجي يشحن الفتره الثانيه يطلع من الاي مينيمم يطلع للاي ماكسيمم اللي هي نفس قيمه الاي ماكسيمم. نرجع هنا تاني، جهد الفي ال بتساوي ايه؟ جهد ال في ال لما كان السويتش شغال هو ال في اس ناقص ال في اوت، صح؟ هنا ال في اس بقى بصفر، هيبقى ناقص ال في اوت، ناقص ال في اوت في الفتره دي. هنبدا نعمل اناليسيز زي ما عملنا في الفتره اللي فاتت. هو ال في ال بتساوي سالب ال في اوت، ال في ال بتساوي ال بي اي باي دي تي، ماشي؟ بتساوي سالب ال في اوت، اتفقنا ان ده هنعتبره عباره عن خط مستقيم، تمام؟ لان الفتره دي صغيره جدا، فنعتبر ده خط مستقيم. الخط المستقيم ده الفرق ده بنسميه دلتا اي، اللي هو دي اي ال ده هنسميه دلتا اي، والفرق في الزمن هو تي ناقص التي 1، ده الفرق في الزمن اللي هي تي اوف، فتره التي اوف دي فتره التي اوف اللي هي تي ناقص التي 1. هتبدا تودي ده الناحيه الثانيه، فالدلتا اي ال في حاله الاوبن هتبقى سالب في اوتبوت على ال في 1 ناقص دي في التي، 1 ناقص دي في التي دوت هو التي ناقص التي 1. يبقى ده كده شكل ايه؟ شكل التيار في حاله السويتش او مقصود. بص كده، ده بقى كده التيار في السايكل كامله. التيار في السايكل كامله بيبدا من الاي مينيمم، يبدا يشحن طول ما حضرتك مشغل السويتش، يبدا يشحن لغايه التي اون لغايه الاي ماكسيمم، واول ما حضرتك تفصل السويتش من التي اون للتي اللي هي فتره التي اوف، بيبدا يفرغ من الاي ماكسيمم ينزل لقيمه الايه؟ ينزل لقيمه الاي مينيمم بتاعه. اتفقنا ان انا شغال في الستيل ستيت، الاي مينيمم هنا هو نفسه الاي مينيمم هنا، والاي ماكسيمم اللي بيبدا يفرغ عنده هو الاي ماكسيمم اللي بدا يشحن او اللي بدا يخلص شحن عنده. خلاص كده؟ طيب قيمه الفي ال زي ما اتفقنا، قلنا في فتره السويتش هو مفتوح هو شغال هو في اس ناقص الفي اوت، فتره السويتش هو مفصول هو سالب الفي اوت. ده كده شكل سايكل كامله لتيار الاي ال والفي ال. طيب ده كده الدلتا، ركز بقى معايا. أنا قلت لك أنا شغال في الستيل ستيت، فواضح جدا إن الدلتا أي في حالة وأنا شغال في الأون اللي هي فترة التي أون بتساوي الدلتا أي وأنا شغال فترة التي أون تي أوف. ليه؟ لأن أنا قلت لك الأي ماكسيمم هي هي، الأي مينيمم دي هي نفس الأي مينيمم دي، فالدلتا تي هنا هي نفس الدلتا تي ففي حالة الأون هي نفسها دلتا تي في حالة الأوف، فهنبدأ نجمعهم على بعض أكيد بيساوي صفر بديهي، وهبدأ أحط القيم بتاعتهم اللي أنا جبتها في الإيه؟ من التو سلايدز اللي فاتت، وابدا اسويهم بالصفر واجمعهم مع بعض. لما تبدا تختصر الشكل ده هيطلع لك حاجه هنا، ان الفي اوتبوت بتساوي دي في البي اس. فاكر دي شفناها قبل كده، دي علاقه الفي اوتبوت بالفي اس، علاقه الفي اوتبوت بالفي اس اللي هي الدي دي كانت في الستيب داون ترانسفورم او الستيب داون كونفرتر اللي احنا شفناه في الشيت الاول، فدي العلاقه اللي بتربط. فاذا الباك ده هو ستيب داون كونفرتر. عايز اجيب الاوتبوت كارنت، عايز اجيب الاوتبوت كارنت. الاوتبوت كارنت او الافرنج كارنت هو في اوتبوت على ار. وانت حضرتك ملاحظ، لو لاحظنا كده في السلايد دي كده مثلا، ان سواء السويتش شغال تيار الاي ال هو نفس تيار الاي اوت،
او الدايت شغال الاي ال مع نفسه الاي اوت. ففي الحالتين اقدر اقول ان الاي ال الاي ال كافريج هو نفسه الاي اوت كافريج. تمام، فده افريج هو نفسه الاي افريج بيساوي بي افريج على ار، والاثنين بيساوي بعض كافريج فاليو، الاثنين بيساوي بعض. تيار الاي اوتبوت انا اعتبر ان هو تيار خط مستقيم، شايف الخط المنقط الصغير ده؟ شايف ده اللي ظهر ده؟ ده كده اعتبره مين؟ ده كده اعتبره تيار الاي اوت بتاعي. خلاص كده ده عباره عن خط مستقيم وبيساوي القيمه الافريج اللي موجوده في مين؟ اللي موجوده في تيار الاي ال. طيب لو عايز اجيب الاي ماكسيمم والاي مينيمم، الاي ماكسيمم والاي مينيمم هو قيمه الاي اوتبوت او الاي ال افريج زائد، شوف هنا لغايه هنا لو جمعت عليه دي كلها كده، دي كلها كده اسمها دلتا. لو جمعت عليه دلتا اي بس على الاثنين الحته دي الصغيره دي، يبقى انت وصلت للاي ماكسيمم. انما لو جبت الاي اوتبوت وطرحت منه او من هنا كده اهو وطرحت منه دلتا اي على الاثنين، يبقى انت وصلت مين؟ للاي مينيمم. اذا الاي ماكسيمم هو قيمه الاي ال افريج اللي هي نفسها الاي اوتبوت زي ما اتفقنا زائد الدلتا اي على الاثنين، لان انت ده الاي اوتبوت. لو جمعت منه جزء الحته الصغيره دي اللي هي نص الايه؟ نص الاي ال، يبقى انت كده ايه؟ انت جبت الاي ماكسيمم. لو طرحته يبقى انت جبت الاي ايه؟ الاي مينيمم. بسهوله جدا في المساله هتبدا تجيب الاي ال، تبدا تجيب الدلتا اي ال تقسمها على الاثنين وتجمعهم، يبقى انت كده جبت الاي ماكسيمم، او تطرحها يبقى انت جبت كده قيمه الاي مينيمم بتاعتك. طيب انا عايز اجيب الاي ار ام اس فاليو للود او للاندكتور كارنت. الار ام اس زي ما شفناها في حاله الكونفرتر، حاله الستيب داون كونفرتر، هو الاي ال سكوير زائد دلتا اي ال على 2 جذر 3 سكوير. ده كده الشكل ده شفناه في حاله الستيب داون كونفرتر. طيب عايز ارسم تيار الاي كيو، تيار بتاع السويتش وتيار بتاع الدايت. لو فاكر السويتش كان شغال معاك في فتره التي اون، لكن كان مفصول في فتره التي اوف، عشان كده التيار بتاعه كان بيزيد من الاي مينيمم للاي ماكسيمم وفي فتره التي اوف صفر. طب تيار الدايت، لا الدايت كان شايل التيار في فتره التي اوف، لكن في فتره التي اون كان شايل صفر، كان مفصول. فده كده شكل التيار في حاله الدايت. لو حبيت بقى اجيب تيارات الدايتس وتيارات السويتشات دي كار ام اس وكافريج، فتيار السويتش كافريج هو شغال فتره التي اون، فدي في الاي ال. واتفقنا ان تيار السويتش هو نفس تيار الايه؟ هو نفس تيار السبلاي، عشان لو احتجت تيار السبلاي ده كافريج. تمام، والاي سويتش ار ام اس هو جذر دي في الاي ال ار ام اس اللي انا جبته فوق ده. ده كده تيار ايه؟ سويتش، عشان شغال فتره التي اون. طب تيار الدايت، لا شغال فتره التي اوف، ففتره التي اوف هو 1 ناقص دي في الاي ال، او كار ام اس هو جذر 1 ناقص دي في الاي ال ار ام اس. يبقى ده دي، ده 1 ناقص دي، لان ده شغال في الاي اون فترة التي اون، وده شغال في فترة التي اوف. طيب احيانا في المسألة بيجي يقول لك اعمل ديزاين، يعني ما بيدكش كنت ال، يقول لك اعمل ديزاين ده كنت ال اللي تخلي لك التيار ده شغال كونتينيوس كارنت. لو سويت حضرتك الاي مينيموم صفر، يبقى انت شغال فين؟ لو فاكر الحالة دي كنا مسمينها في الريكتيفاير سيركت حالة الايه؟ الباوندري، يبقى انت شغال في حالة الباوندري. فهساوي قيمة الاي مينيموم بصفر، وعند الاي مينيموم بصفر هبدأ اجيب كنت ال. تمام، يبقى اذا ال اللي حضرتك شغال بيها دي هي ال اللي هتخلي لك التيار بادئ من الصفر وطالع، يعني هتخلي لك التيار ده ايه؟ باوندري كونديشن. فهعمل ايه في ال دي؟ هبدا اضربها في 1.25، بقى هزودها ب 25% بحيث ان انا اضمن ان الاي ما تبقاش صفر، تبقى اعلى من الصفر. فده كده في حاله الديزاين. طبعا الاكسبريشن ده انا جايبه، لو انت سويت الاي مينيمم بصفر هتلاقيك ال مينيمم اللي انت شايفه ده، وال مينيمم وانت شغال في الديزاين بتضربه في ايه؟ 5، تزودها 25% من قيمة الاي ال مان. طيب بص بقى، تيار المكثف، تيار المكثف بيساوي ايه؟ تيار المكثف لو لاحظت هتلاقيه هو في النص بين الاندكتور وبين اللود، فهو جاي تيار الاندكتور ناقص تيار اللود. تعالى كده نرجع نشوف التيارين مع بعض زي ما كنت رسمهم لك من شويه. بص كده، ده كده تيار مين؟ ده كده تيار الاندكتور، واحنا متفقين ده كده تيار مين؟ ده كده تيار اللود. اطرح الاثنين من بعض هيديك تيار المكثف. لو طرحت الاثنين من بعض هيديك نفس الشكل ده بس متشفت لتحت كده، اللي هو تيار ايه؟ تيار المكثف اللي احنا هنشوفه هنا، اللي هو ده.
لو طرحت الاثنين من بعض هديك ده تيار المكثف. طب التيار المكثف انا عايز اجيب ايه؟ احنا اتفقنا ان انا جايب مكثف كبير بحيث ان يخلي لك الاوتبوت فولتج هو بيور دي سي، فده كده مفروض الاوتبوت فولتج بتاعك صح؟ اللي هو بيور دي سي. طب في الحقيقه الاوتبوت فولتج بيبقى بالشكل ده؟ لا ما بيبقاش بالشكل ده. في الحقيقه تلاقي الاوتبوت فولتج بيتغير حوالين الدي سي فاليو اللي انت حاططها، حاجه بالشكل ده. بيبقى ليه ريبل، الريبل ده اللي هو الدلتا في اوتبوت ده، ده اللي بنسميه الريبل فولتج. فهو بيبقى ليه ريبل، فانت حضرتك بتبقى عايز تجيب الريبل دي، لان المكثف عشان يديك تيار او يديك جهد بالشكل ده، دي حاجه غير عمليه في المره. تحتاج مكثف كبير جدا وده هيبقى غير عملي ويبقى مكلف جدا لدايره صغيره زي دي. فيبقى في ريبل، فاحنا خلاص احنا كل همك ان انت عايز تجيب قيمه الريبلز دي بكام وعايز اتحكم في قيمه الريبلز، فعايز اجيب اكسبريشن يعوض بيه اعرف قيمه الريبلز دي بكام. طب اجيب الريبل دي منين؟ انا عندي اكسبريشن اللي علاقه المكثف بالجهد هو ده، ان كيو بتساوي السي في الفي اوت صح؟ ده كيو الشحنه اللي في المكثف. فلو افترضت ان انا الشحنه دي بتتغير دلتا كيو فبتساوي السي لان قيمه المكثف ثابته في الدلتا في صح كده. طب الدلتا كيو دي جيبها منين؟ هي دلتا كيو دي هي مساحه المثلث اللي فوق الصفر ده، وهي هي نفس مساحه المثلث اللي تحت الصفر اللي هو بيع على جزئين ده، يبقى المساحه اللي فوق هي نفس المساحه اللي تحت. فانا عايز اجيب الدلتا كيو اللي هي المساحه دي. طب المساحه دي مساحه ايه؟ مثلث. طب مساحه المثلث بتساوي ايه؟ نص طول القاعده في الارتفاع. فالقاعده بتاعته قد ايه؟ هنعتبر ان القاعده بتاعته هي تي على الاثنين، الجزء ده من هنا لغايه هنا ده كده تي، كل ده تي. تمام؟ يبقى الجزء الصغير ده هنعتبره هو نص التي. طب والفتره الصغيره دي اللي فوق دي اللي هو ارتفاعه بقد ايه؟ هو الدلتا اي على الاثنين، لان من اول النقطه دي لغايه النقطه اللي تحت دي كده كلها الدلتا اي. طب هنا لا دي الدلتا اي على الاثنين. يبقى اذا لما تيجي تجيب الريبل فولتج هو الدلتا كيو على قيمه السي، فواحد على السي والدلتا كيو قلت لك هو مساحه ايه؟ مساحه المثلث يبقى نص طول القاعده في الارتفاع. هتبدا تعوض هيطلع لك الدلتا في بتساوي الشكل ده، دي اوتبوت 1 ناقص دي على 8 ال سي اف سكوير. خلاص كده؟ يبقى كده الدلتا في. خد بالك عشان وانت شغال احيانا بيديك الدلتا في كفولت، يعني يقول لك هي مثلا عايز اخليها ب 2 فولت، عايز اخليها ب 5 فولت، يبقى انت هتشتغل بالاكسبريشن. او ساعات بيديها لك بنسبه مئويه. يعني ايه نسبه مئويه؟ يعني ساعات يقول لك انا شغال بنسبه ريبل فاكتور 5%. يعني ايه 5%؟ هو كل اللي عمله انه جاب الدلتا بي دي قسمه على الفي، شايف الفي دي حطها الناحيه الثانيه، فدي بنسميها الريبل فاكتور، اللي بتساوي ايه؟ 1 ناقص دي على 8 ال سي اف سكوير. فهو لو مديها لك بقى بالفولت بتشتغل على ده، مديها لك بالنسبه مئويه يبقى انت تشتغل بالريبل فاكتور ده. ومن قيمه الريبل فاكتور دي تبدا نختار قيمه السي بتاعتك. خلاص كده؟ طيب اخر حاجه ساعات بيطلبها هو تيار المكثف كار اس. اتفقنا تيار المكثف كافريج فاليو دايما بصفر، ودي حقيقه في المكثف ان دايما الافريج كارنت بتاعه بصفر، لكن كار ام اس فاليو بتاعته هو الجزء اللي كان بيتغير. فاكر انت في الار ام اس فاليو بتاعت الاندكتور كارنت هو الجزء الثاني بتاعه اللي هو الدلتا اي ال على 2 جذر 3. طيب كده انت تقريبا خدنا مراجعه سريعه جدا على الباك كونفرتر. عايزين بقى نشوف المسائل. هم اول مسالتين في شريط 2 هيبداوا يتكلموا على المسائل الباك. طب المساله الاولى هتلاحظ ان المسائل كلها تعود مباشر. المساله الاولى كده هتلاقي باك كونفرتر شغال بيقول لك انا السبلاي بتاع 24 ديلي سايكل 65%، ال بتاعتك مهم كذا، السي بتاعتك مهم كذا، واللود بتاعك مهم كذا، وشغال بفريكوانسي 25 كيلو هرتز. عايز يحسب الافرج او فولتج ماكسيمم كارنت ومينيمم كارنت، عايز يحسب الاوتبوت ريبل، عايز يحسب الافرج اند ار ام اس سويتش كارنت. فبص هتلاقي تعويض مباشر جدا في القوانين بتاعتك. دي حل المساله اهو. الفي اوتبوت هو دي في اس، اي ماكسيمم هو اي اوتبوت دلتا اي على الاثنين زائد دلتا اي على الاثنين، اي مينيمم هو الاي اوتبوت ناقص دلتا اي على الاثنين، والاي اوتبوت بيساوي الفي اوتبوت على ار. يعني كل ده تعويض مباشر جدا ما فيهوش اي حاجه. تيار الدايت كافريج هو 1 ناقص دي في الاي اوتبوت، تيار السويتش كافريج هو نفس تيار السويتش او هو نفس تيار السبلاي هو دي في الاي اوتبوت، تبقى تعوض. عايز يجيب الدلتا دي اخر حاجه اللي هي الريبل، عايز يجيب الريبل فاكتور، عايز يجيب الار ام اس كارنت، السويتشات كارنت جبناها. خلاص تلاقي المساله تعويض مباشر والحل قدامك اهو، كيسه جدا وبسيطه. خد بالك انا عايز اجيب الاوتبوت ريبل فولتج، فانت هتجيب الاوتبوت ماشي.
مسألة تانية برضو نفس الكلام، مديك باك بيقول لك الانبوت بتاعك ب 50، الاوتبوت بتاعك ب 25. خد بالك انا مديك الانبوت والاوتبوت، يبقى من هنا بسهوله جدا تقدر تجيب الدي، لان الدي اس بتساوي الدي في البي، او الفي اوتبوت بتساوي الدي في البي اس، فتقدر تجيب من هنا الدي على طول. بيقول لك شغال بسويتشنج فريكونسي 10 100 كيلو هرتز، والريزيستور بتاعك شغال بالريزيستور، واللود بتاعك ساحب باور ب 125 واط. عايز يحسب الديبي سايكل، عايز يحسب اول حاجه الديبي سايكل، ثاني حاجه عايز يحسب الاندكتور اللي تخلي لك البيك كرنت، البيك اندكتور كرنت، بيك اندكتور كرنت كده، ده معناه الماكسيمم كرنت ب 6 25%. عايز يحسب المكثف اللي تخلي لك الريبل بتاعك 5%، خد بالك، او نص في المية، خد بالك هنا من 3%، يبقى انا شغال هنا بريبل فاكتور، تمام. عايز يحسب الافرج اند ار ام اس اندكتور وكاباستور كرنت. لو جيت تبص هنا في المساله وحل المساله، طبعا انت عندك البي اوت تساوي الدي في الدي اس، عندك ال 25 بال 50 تقسمهم على بعض جبت الدي. الاي ماكسيمم بتساوي ايه؟ بيقول لك انا عايز اخلي دي كنت ال اللي تخلي الاي ماكسيمم بتاعك يوصل ل 6.25%. خلاص كده 6.25%. يبقى انت كده هتحط معادله بتاعه الاي ماكسيمم، هتبدا تشوف المعادله دي هتلاقي اللي مجهول فيها هو الار، الار مجهول وال ال طبعا انت عايز تجيبها، تمام. كل حاجه موجوده ما عدا الار، فالار دي هتجيبها من هنا، هتجيبها من الباور اللي هو مديها لك، ان هو مديك باور بكام؟ بيديك الباور بتاعت 125 وولت. فالباور البي اوت هي الفي اوت في الاي اوت، ركز بقى معايا، هي في في اي، والاي اوت اقدر اقول هو الفي على ار، يبقى في 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 على ار، يبقى في اوت سكوير في ار، لان ده دي سي، انا بتعامل مع دي سي، اوتبوت دي سي، فيبقى في اوت سكوير على ار. انت عندك الفي اوت تقدر من هنا تجيب ايه؟ وعندك الباور تقدر من هنا تجيب الار، تعوض فوق تقدر تجيب ال بتاعتك. عايز اجيب الدلتا البيرسنت، عاوز اجيب المكثف، فهو مديك النسبه دي، فاكر النسبه دي قلت لك لو مديها لك كنسبه يبقى الدلتا في على في اوت هي نسبه. خلاص هتبدا تعوض في المعادله بتاعتها، تبدا تجيب قيمه المكثف. بعد كده عايز يجيب تيار الاندكتور، عايز يجيب تيار المكثف كافريج تبقى ان هو بصفر، عايز يجيب تيار المكثف كار ام اس تبقى هو الجزء ده، عايز يجيب تيار الاندكتور كار ام اس ولا سكوير زائد ده سكوير، تبدا وهكذا. انا كده خلصت جزئيه الباك، هتلاقي المسائل هي تعويض مباشر جدا في القوانين، وهتلاقي الموضوع سهل ان شاء الله.